تخلت أسعار النفط عن مكاسبها المبكرة مع عودة المتعاملين إلى التركيز على الأساسيات المرتبطة بتخمة المعروض. تراجع مؤشر برنت إلى مستوى 44.59 دولاراً. يذكر أن التوقعات التي تشير إلى هبوط مستوى إنتاجية السوق النفطية الأمريكية فقط لمستوى 2.5% للربع الرابع من هذا العام مثلت أيضاً عاملاً أساسياً لحالة التراجع الأخيرة في أسعار النفط.